ازيك؟ ايوه ماشي. الحمد لله كويس. عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. الستات بتعيط اكتر ولا الرجاله؟ ستات طبعا. طب دي حاجه كويسه وحاجه وحشه ولا ايه؟ مش حاجه حلوه مش حاجه وحشه، يعني هي سلاح ذو حدين. طب ليه؟ لان هي بتكون العاطفه غالبه عليها شويه، وفي نفس الوقت يعني ممكن تعيط على الفاضي والمليان، يعني يعني ممكن موقف يستاهل عياط وموقف تاني لا. طب انا عايز افهم حاجه برضو، يعني ليه البنات او السيدات يعني حتى لو هم غلطانين وهم اللي عملوا الواجب يعني دايما برضو بيعيطوا؟ يعني في الحالتين بيعيطوا. يعني ايه؟ عشان بيتمسكنوا. عشان بيتمسكنوا. بس لحد ما يتمكنوا. يا مروه خليكي في صف. قولي لنوران بقى الكلام ده. انت عارفه فاروق بيجي على الستات على طول. والله كرم. هتيجي انت كمان على الستات؟ لا لا دي الحقيقه بصراحه، يعني هم بيتمسكنوا علشان كده بيعيطوا. ماشي، احنا ممكن نتمسكن بالعياط، بس الرجاله بتتمسكن بطرق تانية كتيره جدا. دي حقيقه. هو اساسا الرجاله بقى فيهم دروب تاني هم مش مستوعبينه، ان هم صغيرين يقعدوا الاهل يقولوا لهم عيب ما فيش راجل بيعيط، عيب ما فيش راجل بيعيط، في حين ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعيط وبكى ساعه وفاه ولاده، فهو ده ملهوش علاقه اصلا براجل يعني. ايوه طبعا التربيه كمان بتفرق لوحدها. شايفه ان احنا بنربي ولادنا غلط على القصه دي، ان احنا طبعاً يعني بنخليهم دايما ما يطلعوش الاحاسيس اللي جواهم في سن معين؟ دي حقيقه. لان هي بتضعف لين القلب، بتخلي اللي قدامك بيكون فيه قسوه وحده. دي حاجه غلط جدا. طيب مروه خلينا نتكلم عنك شويه، انت بتعيطي امتى وايه اكتر المواقف اللي ممكن تعيطي عليها؟ بصراحه سؤال صعب جدا، لان انا مش من الناس اللي بتعيط كتير بصراحه. يعني قليل قوي لو عيطت، بس ممكن مثلا لو مشكله كبيره قوي وبتكون بنسبه بسيطه وخلاص. يعني بتخزني جواكي طيب، ولا الموضوع يعني بتنفجري مره واحده على سبب ممكن بسيط جدا، ولا انت لا مش بتعيطي يعني في العموم؟ لا هو انا لا بعيط، بس ممكن مثلا اقوم واخده جنب كده لوحدي اقعد اعيط مع نفسي لغايه ما اهدى كده، وبعد كده اطلع عادي، اللي هو كان ما كانش فيه اي حاجه حصلت. يعني ده يرجع ان انت ما بتحبيش تعيطي قدام حد؟ دي حقيقه. بتكتمي دموعك؟ طيب هو قدامي هيشفقوا عليا، فانا ما بحبش النظره دي. طب هل عيطتي على موقف تافه في مره من المرات كده، غلطتي وعيطتي على موقف تافه مثلا ما يستاهلش انك تعيطي عليه؟ لا بصراحه عمرها ما حصلت، الا لو في تراكمات كبيره قوي فقمت عارفه اللي هو البقسماط اتكسرت في الشاي بقى مثلا. فخلاص. دي الاسباب اللي تستحق طبعا. امال ايه؟ طبعا. اللي هو الحاجات اللي هي الحاجه وقعت على هدومي، الفستان بقى ضيق شويه مثلا. مره اخويا ما جابليش حاجه حلوه فعيطت برضه. انت ما جبتليش الحاجه الحلوه ليه؟ فانا اتعيط بصراحه. يعني انت سايبه الحاجات المهمه ورايحه للحاجات الاهم. ايوه. طب انا هقول لك على حاجه يا مروه، انت عارفه ده تفسيره ايه؟ تفسير ان انت بتبقي يعني كابته مشاعر سلبيه كتير جدا جدا جدا، ومش بتعيطي في المواقف المهمه، واول ما يجي سبب ملوش علاقه تافه هو اللي يخليكي تنفجري في العياط. لكن اكيد انت مش بتعيطي عشان البقسماط اتكسرت في الشاي، ولا عشان مثلا مش عارفه ما جبتيش فستان نفسك فيه. هو في سبب رئيسي اهم بكتير، بس انت عيطتي عشان موقف تاني خالص. ايه هو؟ دي حقيقه فعلا. هو الموقف الرئيسي هي كابته كتير. هي كابته كتير. بتبقى مواقف كتير جواها. انتوا عارفينها يعني؟ ايوه انا بقول لك. انا دراسه لوحدها. انا بقول لك. هو عايز يعرف السبب اللي انا عيطت. ايه الاسباب اللي بتعيطكم يا مروه؟ ماشي يا مروه، نورتينا جدا، شكرا جدا ليكي.